تكون هنا عزوز اصلي تحت في اي حاجه فيها ده مربوطه، بس هنركب كلنا على السيكل يا ميدو كده. الموتوسيكل هيتضايق منك. عيب يلا يا وليد، عندي على صاحبك برضه. ايه ده؟ مفاتيح عربيه ابويا. ايه قشطه، رحنا في داهيه. ايه الفال ده؟ فال جديد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. سمعني بحياتك، ما قلتليش يا ميدو. ها البنات دي انا اعرفها ازاي؟ هي قالت لي هتلبس بلوزه حمراء. حمراء؟ وده لون يتلبس بالليل ولا بالنهار وحياتك؟ ولا عزوز ايه؟ اهي البلوزه الحمراء في هناك اهي. مش رقم تليفوني برضه 7-63-3-3-4-6؟ خمسة ستين تلات خمسات زيرو؟ لا 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 لا، دي مش نمرتي. لا نمرتك يا ميدو، نمرته. لا يا عزوز، انا غيرت نمرتي بس لسه ما تتهلوش. الانكار مش هيفيدك. احنا قطعنا 4 تذاكر، يلا بينا نخش السينما. اوبا، ده انا نسيت الفلوس في البيت. دونت وري، انا معايا فلوس. وانا كمان. طب انا ثواني انزل اركن العربية لحسن، ركنها صف خامس بدل ما الونش يجي يشيلها، اصلها مش عربيتي. مفيش بنش بيعدي من هنا. يلا بسرعة عشان نلحق الفيلم. يلا. بس عليك يا ميدو. يلا. ما تعطلش، هتيجي يعمل حزين. It wasn't a date. Okay, an appointment. I keep my appointments. I have door issues. I called you. I called you at 7 o'clock. I get up early. I need more sleep. Come back in a month. Come back? What makes you think I'd come back? ايه ده، في تبان في وشك ولا ايه؟ ايه في ايه؟ انت بتبص لي كده ليه؟ هو انت مش حاسس باللي انا حاسس؟ لا خالص. يا خساره. بص بص على الفيلم. ايه ايه؟ يا ناس اهو بدخن في السينما اهو، وفي موكيت اهو. هو ما حدش بيطلعني بره ليه؟ معلش معلش، انا اصلي باكل بالايد دي. معلش ما انا برضه ماسك الكيس بالايد دي، يعني باكل بدي وماسك بدي. لو عندي ايد ثالثه كنت اديتها لك. لو سمحت لو سمحت، في واحده عايزه تمسك ايدي. بعدين معاك يا فريده. خلاص ده انت معروفه هنا بقى. طب مش تقولي مش تقولي يا فريده، مش تقولي انك معروفه هنا يا فريده؟ ولا انت يعني مجملة اهلي لما اخذها يا جماعه؟ معلش تقولي يا فريده. يا ساتر، دي بنات منتهية يا راجل. منتهية؟ ده وشهم بطل من زمان.
بقول لك يا ميدو، هو انت بتعرف الاماكن دي منين؟ من على الانترنت. كده عشان تحوى عليه شوية عشان يشد معاك يا اخي. وانتبهنا بعد ما زال الرحيل وافقنا وليس أنا لا نفيد. انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ ايه ما انت فاكر ايه؟ ده تلاقيه صاحب الغرزة. لا يا عم ده مجنون. بقولك ايه يا معلم، هو العود اللي معاك ده ما بيجيبش اغنية اي دمعة حزن؟ لا ما تجيش الساعة دي. يقظة اطاحت باحلام القرى. يا راجل سيبك من السكة دي، روح اتعالج. امسك. كلثوم لو كانت عايشة وشافت عشماوي ده بيغني كانت ضربته بالنار. ده باين عليه ما سمعش راديو قبل كده. اوبا لجنة. قلت لك يا ميدو بلاش نشرب. بقول لك ايه يا عزوز، اثبت كده ما توترنيش، اثبت خلينا نشوف هنعمل ايه. هتعمل ايه يعني؟ انا ارجع بضهري ونهرب هوا. تاني هو ابوك ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ تلاقيه بيفصل في الكفاله. ميدو. نعم. الراجل اللي هناك ده قاعد مركز معانا كده ليه؟ ماكش دعوه بيه، اعمل نفسك مش شايفه. المهم هو ما شفناش. ايه ايه ايه؟ الا يا باشا العفو بنفسك، سيادتك بتسرق لي بنفسك كده؟ ما يصحش يا باشا. لا لا طب اساعد حضرتك يعني. ماشي يا عزوز. الموضوع هو اخرس ولا ايه؟ مش عارف. ماشي وماله برضه. وماله مقاس سيادتك يعني مش كبير شويه على وماله برضه. حاضر ما حصلش اي حاجه. حاضر. ولا عزوز تفتكر هيسرقها ولا بيجربها؟ ده ولا حرامي ولا ايه؟ لا بيجربها. ماشي هديها لك، ما تخافش يعني ما تغلاش عليكم. وخد البنطلون كمان يا ميدو. بنطلون ايه؟ هيبقى طقم شيك يا عزوز، اسمع الكلام. يا ميدو بقول لك ايه؟ هيبقى حلو عليك. انا يا ميدو كنت لحقت نفسي يا عزوز. الحقونا. الو يا ميدو، عايز جزمه واجيلك على الاسم. انا اسم المره دي. طيب هاجيلك حالا نص ساعه بالظبط. جزمه؟ ايه الاستراحه الغريبه دي؟ بابا ايه احنا متراقبين من ساعة ما خرجنا من القسم والعربية دي ماشية قدامنا. بص هتخرمي يا ايمي. عربية ايه دي اللي هتعرفنا السكة؟ وبعدين ادفع لاخوك كفالة 200 جنيه ليه؟ يا ناس ما حدش ياخد ميدو ابني ويديني بدنه مروحة. ما تديها التالت يا عم. ما فيهاش تالت. طب اديها التاني. ما فيهاش تالي ولا تالت. اديها الرابع. ما فيهاش رابع. استغفر الله العظيم. هو انا بقولك اديها كالخمرة؟ لا فيها تاني ولا تالت ولا رابع.
امبار فيها ايه؟ فيها بنزين. زوز ايه؟ اعمل حسابك انا حاجه بات عندكم النهارده. ايه يا ميدو انت كده هتحطني في مأزق. هو انا جاي اخد قرض؟ بصراحه كده يا ميدو امي ما بتحبكش. ايه وايه المفاجاه في كده؟ هو في حد بيحبك في مصر غيري؟ بس ماشي ماشي يا عزوز خلاص. ما تزعلش يا ميدو، احنا ما عندناش الا سرير واحد وبنام عليه انا وامي. يعني انت عايز تيجي تنام في الوسط؟ نام انت في الوسط وانام انا على الطرف. يا ميدو انت جاي تلخبط لنا السرير. خلاص يا عزوز خلاص خلاص. الحمد لله ورمزي جه اهو. ازيك يا رمزي؟ ربنا يخليك، بس شكلها كبير شويه. ليه انت بتلبس مقاس كام؟ 39 اسود و42 لو بني. يا عم هتمشي هتمشي. احب اعرفكم شاري خطيبتي واحتمال نسيب بعض بكره. وبكره ليه؟ ما دلوقتي احسن. ليه يا رمزي كده؟ ليه كده؟ يا عم سيبها تروح لصاحب نصيبها. مش هنروح المعهد؟ اه هنروح دلوقتي، بس عايزين نوصل عزوز في طريقنا واحنا ماشيين. ها؟ عايزنا نروح بلبس الباليه ده يا ميدو؟ يا عزوز انا علمك بقى انا مش داخل الشارع لوحدي طول ما ابوك لسه ساكن فيه. يا عزوز ده انا لسه عايزك تجيب لي الموتوسيكل على المعهد عشان عندي شغل بعد الظهر. يعني انا اروح اتورط مع ابوك وانت تروح تروش وتسيبه بنات انت واصحابك؟ يا عم مين اللي قال لك كده؟ ده انا عندنا امتحان والله. خلي الامتحان ده بعدين. هو مين الكابتن اللي واخد رصاصه في صدره ده؟ اخوك الشهيد عزوز. صاحبي واحتمال نسيب بعض بكره. وليه بكره؟ ما دلوقتي احسن. اوعى ميدو. خد يا كابتن يا كابتن. سيبك منه خليه يروح لصاحب نصيبه. بقول لك ايه؟ معلش انا حاجه بات عندك النهارده. ها؟ بيتك ومطرحك اخويا. اطلع بقى بصينيه الشاي اللي احنا راكبينها دي. بقولك ايه تعالي بقى انجش بقى احسن بقى عشان كده نعمل فيلم تايتانيك وبتاع. ودي بس اقول ايه يا ست في ايه؟ ايه اللي جبته كده؟ الحق علينا. ميدو وحشتني. اهلا اهلا بعالم سمسم معاك ربنا. اخويا رمزي وحشتني وحشتني. ده بقى مرة اتنين اللي انت كنت لسه بتطحني فيهم من شويه. طب كنت فين من امبارح؟ ايدك ايدك والشحن وبلاش الدخلات الناعمه دي، انا لسه طالع من الحبس. طب اتفضل تعالى فك معايا وش السلندر. وش السلندر ايه؟ عندنا امتحان جوه. والعربيه؟ عربيه ايه وبتاع ايه؟ ماشي على طول كده كاسفني. ايه الكاسفه في وش السلندر يعني؟ ده وش سلندر. بقول لك عندنا امتحان. طب غور بقى. ابدا الامتحان الشفوي. كل فن فيكم قدام التلفزيون. التلفزيون ده فيه عطل، لازم تتعرف على العطل بنفسك وتصلحه وتنضفه. عايز مهارة في الفتح، سرعة في التصليح، جودة في التقفيل، فتنس في التنفيض. أي فني هيعمل أي مخالفة هكلبش له تلفزيونه. قدامكم 35 دقيقة وهلم التلفزيونات عشان تتصحح. فاهمين؟ فاهمين. دور. ليلى ايه معاكي مفك صليبه؟ بتقول ايه؟ ها 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 ايه يا ليلى؟ بيقول لي معاكي مفك صليبه؟ بصي في التلفزيون بتاعك ولا طلعت بره؟ بصي. وانت يا استاذ هتلبسلك التلفزيون في البالطو بتاعك. في فني من غير عده، في جندي من غير سلاح. هسه واحده اسف ايه وبتاع ايه؟ لازم العده. قالوا يبص في الجهاز بتاعه. قالوا معايا طقم مفكات حيواني على مشترك هديه 50 جنيه. ماشي شاريهم من عند مشمش اللي فارش بره. ده انا اللي باعهم له. بكام؟ 25 جنيه. تشيل ب 15. اخر يعني كف كده في اللجنه دي وممكن اسيبها لك واخلع. اقعد اقعد اربيك كف. اقعد رموزه رموزه. كلمت لي بابي؟ كلمته. اه طبعا
اعتبر نفسك اشتغلت وبتقبض كمان. انا يشرفني ان اشتغل عند اكبر مستورد تعجيزه كهربيه في البلد، وعلى فكره هيستفيد بخبرتي كتير جدا. طبعا طبعا انا اللي عايز استفيد منك يا باشا. كلمه بعد اذنك، دلوقتي انا مش فاهم حاجه في الليله السودا دي. جاب لي تلفزيون ابيض واسود، الونه ازاي؟ الونه ازاي يا باشا؟ خد المقاومه دي حطها في تلفزيونك، هيشتغل على طول، مش هيقدر يقاومك. البساطه دي سلمني على بابي. ماشي يا عم، ما اللي ليه ظهر ما يضربش على شاشته. بس يا ولد خليك في حالك. ليلى لولا، ليه المعامله دي؟ ده انا بحبك. بتقول ايه؟ لا مفيش وقت للاستغراب. تقولها كمان. بحبك. هتصدقي نفسك على مهلك في البيت. المهم اديني فك صليب لحسن فيه مسمار طول كده، الوز مش عارفه افكه حصل. قول كده مفيش مفكات. هتندمي. هتعمل ايه يعني؟ هعمل ايه يعني؟ صحيح هعمل ايه؟ متقلقش، ده ماس صغير كده واحنا في الامتحان. مين الافندي ده؟ ده زميلي يا بابا كان بيوصلني. ليه؟ العربية جاية لها حاجة؟ عطلانة قدام المعهد. ما انا قلت لك 100 مرة ما تركبيش العربية دي، ما تعملوش بيتها. يلا اتفضلي اتفضلي من قدامي. أي خدمة تاني يا عمي؟ أنا عايز منك خدمة. عينيا الاتنين يا عمي. مش عايز أشوف وشك تاني، مفهوم؟ الله الله. مش عايزك توصلها تاني، مفهوم؟ إحنا ناس محترمين. ما أنا قلت لها انزلي على أول الشارع، هي اللي ما رضيتش. ما تبقاش تسمع كلامك، يلا يا أخويا، يلا يلا مع السلامة. عليا، تكرم يا عمي، تكرم عشان خاطر بنتك، ماشي. شكرا، شكرا يا ابن الأصول، مع السلامة. طب عشان الموتوسيكل بس شوية كده. اتفضل، اتفضل. ازيك يا عم ابراهيم؟ ازاي؟ خد دي الاوردرات بتاعت النهارده، خلصت شغلي كله، عايز مني حاجه؟ سلام عليكم. استنى، باشمهندس سام اتصل وزمانه جاي وقال انه عاوزك. عطلني يا عم ابراهيم، يا عم ابراهيم ابوس ايدك، انا فاضي ما عنديش حاجه، ما تعطلنيش اكتر من كده. انا عارف المهندس سام عايز مني ايه، عايزني اروح صيانه المركز الثقافي والسفارتين، لما يجي قول له ميدو راح. سلام بقى. حامد ما تودينيش في داهيه يا حبيبي. حامد؟ ميدو، ميدو حامد ده ما حدش يعرفه غيرك انت هنا في الشغل وابويا في البيت. وبعدين يا عم ابراهيم قلت لك 100 مره ما تقوليش حامد كده قدام الناس. ناس مين؟ هو ده يا ولاد. اوكي.
أنا تعبت. هانت. ألو؟ أيوة وائل. لا يا حبيبي مش هقدر أشوفك النهاردة، مشغولة. إيه؟ يا حبيبي بقولك مشغولة، يلا باي. حسبي الله ونعم الوكيل. جمالات مش عايزة نفس. قومي افتحي الباب. حاضر. يلا بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اوش نبش طلعش. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ ميدو. استاذ ميدو ابتدى علي. انا استاذ ميدو. انا ميدو وزفت. مين يا جمالات؟ ده الاستاذ ميدو صاحب استاذ رمزي. خليه يتفضل. اتفضل. اتفضل. فين حضرتك؟ اتفضل جوه. لا معلش معلش عشان خاطري. يا رب ربنا يغفر لك كل ذنوبك. سيبيني اجري. ما تتفضل يا استاذ ميدو. طب اتفضلي حضرتك الاول. اتفضلي. اتفضل ما تخافش. حاضر حاضر حاضر. اتفضل اتفضل. رمزي يا رمزي يا رمزي رمزي. هدى هدى انت كويسه؟ ايه ده؟ ايه يا ساتر يا رب؟ بلغت البوليس ولا لسه؟ ايه في بوليس ايه وبتاع ايه ده؟ بس انا برسم. ترسمي يا شيخ؟ حرام عليكي، ده انت وقعتوا قلبي. جبلات احترمي نفسك وانت بتبص. حاضر يا ست هدى. هيبقى عمل عظيم ان شاء الله. ايوه. دي لوحه صح؟ لا ده غلاف كتاب. غلاف كتاب؟ كل ده غلاف؟ ده على كده كتاب كبير قوي. الموت الاخير موجود في السوق، قريته؟ لا الحقيقه انا قريت كتاب الموت اللي قبل الاخير على طول. وهو كتاب مرمي كده في السوق عريان من غير غلاف ولا ايه؟ اصل الغلاف مش عاجبني، قلت الم كل الكتب اللي في السوق واغير غلافها. هدى ما تسيبك بقى من بيت الرعب اللي انت عايشه فيه ده. انا عايز اقولك ان انا جايب لك هديه صغيره كده. مش معقول، بس انا عيد ميلادي بعد بكره. ما انا عارف ان عيد ميلادك بعد بكره. ما هو رمزي عزمني على عيد ميلادك. دي هديه ملهاش دعوه بهديه عيد ميلادك. ده اخر فيلم نزل للمطرب فان دام. يس زي ما ولا حركه. البنت دي هتموت محروقه رسمي. ولا حركه يا رمزي. رمزي ما تسيبوش ده. ما تسيبوش رقم 4. ما تسيبوش. فين الباك؟ فين الباك؟ خبر السور عميقه. حلقه الدم اللي احنا فيها دي بس نورم. ايه ده التعبيط ولا ايه؟ بتعمل ايه؟ في راجل مرعب قاعد مع هدى تحت وانت قاعد تتفرج على الماتش. طب وايه المشكله يا عم؟ يقعدوا مع بعض. افتح التلفزيون ابوس ايدك. يا بني ادم ازاي تسيب الراجل ده مع اختك لوحدهم؟ يا عم مش لوحديهم، جمالات قاعده في وسطيهم. جمالات مقتوله مش دريانه بالدنيا. وبعدين الشيطان شاطر. احنا عايزين قلبت الادب يا عم. هات ريموت كنترول. هات ريموت كنترول يا اخي. ده انت ادم خرع يا اخي. انت حاسس انك بتلعب في الماتش. شادي مش هتطلع يا شادي. مش هتطلع. مش هتطلع. بابا قايل لي. لا بقول لك ايه، ما انا مش هعرف انام في الرعب ده. وبعدين انا ما بحبش الكوره. ثالث اعمل لك ايه؟ ما تسد ودانك يا اخي. اسد وداني كده رمزي؟ واضح انك هتذلني يعني عشان حبات عندك. ايه يا عم انت هتعيط ولا ايه؟ انا هسيب لك الاوضه واروح اتفرج في اوضه ثانيه. شادي وفي القائم. وبعدين كره ميته خلاص. ميته سيب. وده بحته ميته يا حاضري. ده بحته ميته. طب سنتر بقى سنتر. بعدين بقى في حرقه الدم دي. اه اهو 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 حاضري يا كي اموار. حلو. جول. فين الباك بقى؟ ليلى اسمعيني كويس، احنا لازم نسيب بعض. تشربي ايه الاول؟ تشربي ايه الاول؟ هو في شرب بعد اللي انت بتقوله؟ انت لازم تعرفي حاجة مهمة. الموضوع ببساطة ان انا يا ستي زي ما تقولي كده بتحب هدى، مش كده؟ لا الموضوع مش بالشكل ده يا اهلي، انا منبهر بيها. بس بقولك ايه، انا عصابي تعبانة. اتفضل اطلب لي نص فرخ. حاضر. متر تعالى لو سمحت. امر يا فندم. هتلاقي نص فرخة وهاتلي انا ربع بمبار وقرنين فلفل. وقرنين فلفل حرقين جامد. طعم طيب صح. ها قولي لي هتطلعي معانا الرحله بقى ولا لا؟ مش طالعه. ده انا اللي مطلع الرحله. عايز اطلع معاك رحله وانت بتحب الست هدى. يا حبيبتي افهميني، انا معجب بيها بس لسه مرحله الحب دي بعدين. انت عايز تجنني؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ انا عايز اشتراك الرحله.
انا همشي على المسار اكيد. يا ليلى طب المنبار يا ليلى خد هقول لك. ليلى خد هقول لك حاجه يا ليلى. ده مش اول جهاز ميدو يفجره لنا. طبيعي طبيعي. بكام التلفزيون ده؟ ده ب 750 جنيه. ليه؟ كام بوصه؟ كان 14 بوصه. 750 على كان 14 بوصه؟ تبقى البوصه واقفه. لا اسعاركوا غاليه قوي. دي اسعار حكوميه وعليها ضريبه مبيعات. ليه يا ميدو؟ ليه البهدله دي يا ميدو؟ هتدفع ولا احبسهولك وتروح تزور انت ولادك في ابو زعبل؟ طب بقول لك ايه؟ انا عندي ثلاجه 14 قدم استعمال حريمي، ما تاخد لك 10 قدم وسيب لي اربعه نشرب منهم من اول عيال. وانا بجهز عروسه يا جدعان. لا انت عصبي ليه يا استاذ؟ الكلام اخذ وعطى، اتفضل. ايه ده؟ ده 50 جنيه. اتفضل. ايه ده؟ طلب بتقسيط بقيه المبلغ. امال؟ انا ميدو. اديني امارة. امارة ازاي يعني؟ وريني بطاقتك. بطاقتي ايه؟ انت شايفاني علشان تشوفي بطاقتي. ما هو حضرتك اللي هتقراها لي. ابوكي جوه؟ لا بابا مش هنا. والله هتلاقيه هنا وانت مش شايفاه. بس في واحد عريس قاعد جوه. وازاي تدخليه ومفيش حد في البيت؟ طب ما هو ابوكي اخويا اللي اداله الميعاد وبعدين هو مش موجود. ليه راح فين ابوكي؟ تقريبا كده طلبوه في المعهد عندك. طلبوه في المعهد؟ يا نهار اسود ومنيل. طب كان في النضارة بتاعتي هنا. دور عليها. النضارة الاستيلية التانية. هي هي خلاص 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 لقيتها لقيتها. طيب روحي انت اعملي لنا شاي وانا هخش له. من عيني. ايوه كده. لا 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 مستحيل الصوت الصوت ده مستحيل مستحيل. معلش اصل المفصلات بتاعت الباب تلاقيها متنشنه شويه انا عارف. لا 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 ارجوك ارجوك ارجوك. معلش معلش انا اسف. اصل البيبان انت عارف البيبان القديمه بتاعت زمان كانت يعني عتاقي شويه والباب ضرفتين زي ما انت شايف والضرفتين بيبصوا على الصاله. ايه الوقعه السودا دي؟ اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الشاي يا ناس. ليه 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 بتعلي صوتك ليه ليه كده ليه؟ ايوه ما هو حضرتك اصله ناهد مش جنبي لازم يعني اعلي صوتي عشان تسمعني. ما تتصورش انا اعصابي تعبانه قد ايه. طيب يعني تحب حضرتك اهدي لك النور شويه او اطلب لك دكتور او حاجه؟ انا بخاف من الضلمه. انا اعصابي تعبت عشان عملت 8 عمليات زرع عصب في نافوخه. الله يكون في عون حضرتك. يعني انا اسف معلش. طيب طلبات حضرتك ايه؟ لا 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 اهدى 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 مفيش حاجه ده الشاي اهدى بس اهدى عندي اعصاب. ميرسي يا ناهد. ها كنا ايه يا ناهد؟ لا انت هتقعدي ولا ايه يا عيل؟ روحي اوضتك اسمه كلام. لا 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 معلش 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 معلش. ها يا سيدي حضرتك اخو ناهد؟ ايوه انا اخوها. طلبات حضرتك ايه بقى؟ انا ماليش طلبات. انا فنان مبدع. ممثل يعني؟ لا نقاش وعندي عدتي وفرشتي ورولتي. نقاش؟ طب يا ريت بقى نتكلم شويه على الامكانيات يعني الشقه والعفش والمهر والحاجات دي. لا حضرتك ما عنديش الامكانيات دي. ما عنديش فلوس، ما عنديش الحاجات دي. امال حضرتك بقى جاي تتجوز برولتك ولا ايه؟ والله يا حضرتك موافق خير وبركة كسبت فنان مبدع. رافض ما تفرقش معايا مش أول مرة ترفض. يا سلام أبجد. رد 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 حاضر رد بسرعة رد رد. ألو أي عزوز أنا في البيت. لا معلش أصل عندنا عريس أعصابه تعبانة شوية. وطي صوتك أبوس خلاص خلاص. أوكي 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 انت
ليك عين تيجي هنا بعد ما بوصل العربيه وفجرت التلفزيون؟ اسف يا بابا ما كانش قصدي. اسف يا قليل الادب يا كلب يا حيوان. وطي صوتك وطي صوتك. انت مالك انت؟ مين ده؟ اكيد صاحبك وفزان زيك. لا يا بابا ده واحد ملمس خالص. ملمس يعني ايه؟ فظيع فظيع. احترم نفسك بدل ما مد ايدي عليك. ده اعصابه تعبانه قوي. اعصابه تعبانه على روحه يا بابا. مش عليا انا. ده عريس ناهد اللي انت مديله ميعاد النهارده. انت مش موافق. انت بره بره بره. انت مؤدي صوتك بره فظيع. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه؟ انت هتقعد وحط رجلي على رجلي قدامي؟ يا بابا انا فاكرك خرجت. خرجت بتطردني من بيتي يا ولد. لا يا بابا انا ما قلتش كده. اسف اسف. انت بتوقعني في صدري. ما هو اهو اسف دماغك يا بابا. مش تضربني بالدماغ. ده انا هقطع. لا لا بقى وطي صوتك بقى. ارجوك وطي صوتك. انا هقول خد خد. اقطع مين دلوقتي؟ يما كفايه اكل خضره بقى. مش الدكتور قال لك خف منها؟ يا اخويا ده انت ايامك سودا يا اخي. دي قبيله خالص